السلام عليكم إخواني المغاربة، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وكل شيء يكون بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع. دابا غادي نرجع بذاكرتكم للوراء، سنة 1965 صوتوا نواب البرلمان الماليزي باش يستغناو على سنغافورة، حيت سنغافورة في ذاك الوقت كانت تابعة للاتحاد الماليزي. في ذيك الوقيته ملي تم الاستغناء على سنغافورة بكى رئيس الوزراء الشاب ليك الوانيو وقال سنغافورة صافي مشات تهلكات، حيت سنغافورة ما كانت عندها أقل مقومات الحياة، كانت نسبة الأمية طالعة ونسبة البطالة فيها كثر من 86%. عاد زيد سنغافورة كانوا كيعيشوا في أعراق مختلفة وبيناتهم كانوا صراعات وتطاحنات عرقية. مع ذلك ليك الوانيو رئيس الوزراء ديال سنغافورة قرر ما ينزلش يديه، ما يستسلمش، بقى مقاوم. وأول حاجة طبقها على الجميع ماشي الضرائب، لا، أول حاجة طبقها على الجميع هو القانون. القانون طبق على الجميع بدون استثناء. سمعتوها مزيان ولا نعاودها لكم؟ أول حاجة حرص عليها ليك الوانيو هي القانون يرجع يتطبق على الجميع. قدام القانون ما كاينش فرق ما بين وزير وفقير، كل شيء قدام القانون فحال فحال، واللي دار الذنب يستاهل العقوبة. أي واحد دار شي سلوك ما هواش ولا مرفوض كيتغرم في الحين، بكثرة ما بنادم ما كان كيخلص الغرامات في دولة سنغافورة ملي كيسولوه كيقول له شنو سميت البلاد اللي انت عايش فيها، ما كيقول لهم سنغافورة سميتها، كيقول لهم هذه بلاد الغرامات. ليك الوانيو ما اعتمدش غير على تطبيق القانون والغرامات فقط، استثمر حتى في الثروة الوحيدة اللي كانت متاحة عنده واللي كانت كتوفر عليها بلاده، هو الرأس المال البشري. استثمر في الثروة البشرية اللي كانت عنده. كاين اللي غيقول لك كيفاش استثمر في الثروة البشرية، ما عرفتوش كيفاش استثمر في الثروة البشرية؟ عطى أولوية قصوى للتعليم اللي ما عاطينش حنا أولوية في بلادنا، علم شعبه الإنجليزية وركز على العلوم التطبيقية وفرض التعليم على شعبه كامل، كان بزز منك تقرا وتتعلم. سنغافورة ما كانتش عندها شي مصدر دخل ولا عندها شي ميزة جغرافية باستثناء مضيق بحري، وأول حاجة داروها هي بناو ميناء بحري. هذا الميناء البحري كان هو بداية انطلاقة الاقتصاد في سنغافورة. أجي طول دابا على سنغافورة كيفاش ولات، رجعت قوية اقتصاديا. سنغافورة اللي غير في 1965 رئيس الوزراء ديالها بكى ملي البرلمان الماليزي صوت باش يستغناو عليها. ليك الوانيو لخص سير نجاح سنغافورة في بعض الجمل، قال لهم كنت بعت نفس السياسة اللي غادي بها الدول اللي مجاوراني، كرة متنا وتنسينا. قال لهم الدول اللي مجاورة لنا عندهم شي تراوات ما عندناش حنا، ولكن فكرنا نكونوا متميزين عليهم بشي حاجة اللي ما عندهمش هما في بلادهم. أول حاجة فكروا فيها هي يقضيوا تماما على الفساد والمناصب ما يتعطاوش المنوالة، اللي يستحق شي منصب كان كيتعطى ليه. هذا الشيء علاش نجحوا، الناس عرفوا باللي القانون والتعليم والعلاج هادو الحوايج الاساسيين اللي خاص الدوله توفرهم للمواطنين ديالها. اقتصاد سنغافوره ما طلعش بالمهرجانات وبحك جرو بالستاتي وبود الحوات، اقتصاد سنغافوره طلع بالصح وبالمعقول وبالقضاء على الفساد. الا جينا نقارنوا بلادنا مع سنغافوره، يمكن المغرب عنده تراوات وامتيازات ما عندش سنغافوره، ولكن المشكله في المغرب، المشكلة كاينة في التشكيلة، التشكيلة اللي حاكمة البلاد هي اللي فيها المشكلة، التشكيلة اللي حاكمة البلاد هما اللي باغين البلاد تبقى فحال هكا، شي كياكل فشي، شي عاد فشي، كاين شي ناس كيحرصوا باش القانون ما يطبقش في هاد البلاد. إلا كانت سنغافورة عندها بحر ضيق، حنا عندنا في المغرب جوج بحورة، وللأسف المواطن ما مستافد حتى شي حاجة من هاد جوج بحورة. كيلو ديال السردين بعض المرة كيوصل لعشرين درهم، واش دابا غير قول ليا نقدروا نقارنوا المغرب مع سنغافورة؟ اللي دابا دخل الفرد الواحد في سنغافورة رجع الأعلى ما بين دول العالم. إلى جينا شفنا المغرب بنظرة موضوعية في هاد العشر سنوات الأخيرة، غادي نلقاو المغرب باقي في بلاصتو، ما تزاد عليه والو، وحتى المشاريع اللي داروا في المغرب ما رجعوا حتى باش ينفع المواطن المغربي، بمعنى أن الاعتمادات خصصت لمشاريع فاشلة. والسبب راجع لبزاف ديال العوامل، من بينهم الفساد اللي باقي معشش في هاد البلاد، والامور المسنوده للناس ما عندهم لا خبره لا معرفه لا كبده على البلاد. هاد الناس هما سبب غلاء الاسعار، هما سبب التضخم، هما سبب الازمه اللي كيعيش فيها المغربي حاليا. لا يعقل اللي دوله وزير فيها كان وزير الفلاحه كان بين يديه المخطط الاخضر اللي تخسرت عليه المليارات، في العوض
ما يتحاسبوا معاه ويدفع ثمن الفشل ديالو، رجعوه رئيس حكومه وعطاو البلاد كامله، قالوا له هاك كمل على اللي بقى. واش كاين اكثر من هاد الخنقه؟ حنا عارفين باللي اخ النوش ماشي هو كلشي، عارفين باللي اخ النوش هو اليد اللي كيتنفذوا بها بزاف ديال الافكار والسياسات ديال الناس ما قادرينش يبانوا في الواجهه. اخ النوش كيدير داكشي اللي كيمليو عليه من الفوق. الميزه اللي عند اخ النوش وما عندش رؤساء الحكومه اللي سبقوا، اخ النوش واحد الانسان مطيع كينفذ جميع القرارات اللي كتعطالو بلا ما يفكر. اخ النوش عمرك تلقاه كيجادل المسؤولين اللي فوقه على شي حاجه كتضر الشعب. دابا شوف غير المشكله ديال رجال التعليم في المغرب، رئيس الحكومه لحد الان غير قادر يوجد حل. كون كنا في شي بلاد اللي كتحترم المواطنين ديالها، كون راه رئيس الحكومه ووزير ديال التعليم، كون راه دابا حطوا السوارت ومشاو في حالهم، ما جلسوش يخليو ناس وحدين اخرين يجيو اللي قادرين يوجدوا لنا حل. والدور ديال المدرس هي يوجد لنا الاجيال القادمه للمستقبل، ما تسناوش منه حاجه واحده اخرى. والنظام الاساسي اللي ما غيحفظش كرامه الاستاذ المغربي ما عندنا ما نديرو به. ما عرفتش انا هاد الدوله اللي باقي ما بغاش تطيح الراس وتوجد حل مع رجال التعليم، شنو الرساله اللي باغي توصلنا حنا كشعب؟ شنو بغيتو تقولوا لينا؟ حنا ما كنهازموش ولا كبرياء الدوله فوق كل شيء؟ واش كبرياء الدوله كيبان لكم غير في قضيه التعليم؟ صافي كتحافظوا على كبرياء الدوله في قضيه التعليم، في حوايج اخرين لا. شحال من قضيه انهزمتوا فيها وكانت شوهتكم شوها، حتى الاعلام الممول بغى يغطي ما لقى ما يغطي. كون كانت كتهمكم سمعه البلاد، كون راه هذه شحال قضيتوا على الفساد، قضيتوا عليه من الجدر. كون كان بصح كيهمكم المواطن، كون راه بصح كتقلبوا على مصلحته وكتوفروا له اولوياته. كون كنا كنهمكم ديال بصح كون وفرتوا لوليدات المغاربه تعليم في المستوى، تعليم اللي غيربي وليدات المغاربه على النزاهه وعلى الشرف. خوتي باش نجيكم من الاخر، الا كان غير حال هاد البلاد رجع كيعيف. دوله باقي كتنهج نفس الاسلوب القديم، ترهيب والاعتقال التعسفي. عاد زيد الا كنتي كتقول كلام الحق وعندك واحد السمعه طيبه في البلاد، الا بغاو فيك الخدمه كون مأكد غيخسروا لك ديك السمعه عن طريق ابواقهم واعلامهم الملوت. عاد كيقول لك خصك تبغي بلادك، صعيب تقنع واحد يبغي بلاده هو حط راسه على المخده وبات مظلوم. كلشي رجع مفهوم. وخير دليل على كلامي، المغربي ملي كيلقى ابسط فرصه باش يخوي البلاد ما كيرجعش اللور. من حق بنادم يهجر البلاد اللي غيدل فيها، يمشي البلاد اللي احترموه فيها ويعاملوه كبنادم. اما هاد البلاد راكم عارفين المشاكل فيها ما كيتقاداوش. شفتي اي بلاد تلقى فيها اصحاب القرار كيقولوا للصحافه شنو يقولوا؟ هذيك البلاد بلا ما تفرح ليها. ويخرج شي واحد فيكم يكذبني ويقول لي باللي ما كيناش اصحاب القرار كيقولوا للصحافيين شنو يقولوا، كيمليو عليهم شنو يكتبوا وشنو يقولوا وشنو ما يقولوش. اللي خاصهم يعرفوا هاد الناس اللي كيسيروا هاد البلاد، مستقبل وليدات المغاربه راه بين يديكم واهم منكم. مستقبل وليدات المغاربه امانه في عنقكم، لهذا خاصكم تنوضوا تحركوا شويه وديروا شي حل. راه كنشوفوا قدام عينينا وطن كيضيع، بنادم معاكم ما بقى عارف فين غيعطي راسه في وسط هذا الجو المخنوق، غلاء المعيشه، ولاد المغاربه ما كيقراوش، والحكومه كتخسر علينا ها حنا دايرين مجهودنا. اش من مجهود كتهضروا عليه؟ شكون اصلا جاب لنا هذا النظام ديال المآسي؟ هذا النظام المشؤوم شكون جابه وعلاش جايبينه؟ واش التعليم في البلاد غادي بالعكاكز وانتم من الفوق كتوركوا كتوركوا بقيتوا كتوركوا؟ ايوا فكوها دابا. واش في اخباركم بن موسى أسرة التعليم دار معها زوين؟ هذه شحال أسرة التعليم كل واحد كان كيناضل في جهة، وبهذا النظام المآسي وحدهم على كلمة واحدة. رئيس الحكومة عزيز أخ النوش قال لهم أكبر زيادة عرفها التعليم هي اللي دارت حكومتنا دابا. هذا رئيس الحكومة هنا يبان لك راه ما فاهم والو، غير داخل عليها وصافي. شكون اللي قال لك رجال التعليم خرجوا على قبل الزياده في الاجور ولا خرجوا على قبل الفلوس؟ رجال التعليم خرجوا على قبل الكرامه. اما هذيك القضيه ديال تزيدوا في الطول وتنقصوا من العرض، شنو الفائده من الزياده وانتم زايدين في الاسعار؟ اخ النوش الطريقه باش كيهضر بها على الزياده بحال عاطي شي حاجه من جيبه ولا كيصدق على رجال التعليم. انا كيبان ليا ديك الزياده اللي زادوا لرجال التعليم بحال اللي بغاو يضعفوهم ويحرجوهم قدام المجتمع، زعما ها هما رجال التعليم خرجوا على قبل الفلوس، ها حنا عطيناهم الفلوس، ها هما رجعوا كيقريو، كانت مخرجاهم غير الفلوس. شفتي الخبط ديال هاد الناس فين وصل؟ دابا رئيس الحكومة اللي كيقول الحكومات اللي سبقوا هما اللي خلاو لنا المشاكل ديال التعليم. هما ما تكلموش معاكم 10 سنين ما حلوا حتى إشكالية، حنا جينا لقينا المشاكل كلها مطوحة. هاد خونا كيهضر بحال هو ما كانش في الولايات اللي سبقوا، الحكومات اللي دازوا
ما كانش فيهم هو، راك انت وزير في جميع الحكومات اللي دازوا. نديروا سيدي الحكومات اللي سبقوا كانوا خايبين وما مزيانينش، وانت اللي مزيان، وملي الحكومات اللي سبقوا كانوا خايبين علاش كنتي كتحالف معاهم؟ انا نقول لك علاش كنتي كتحالف معاهم. انت ضروري خصك تكون وسط في شي حكومه باش تخدم مصلحه شركاتك. كلشي غيتفق معايا باللي الا بغات شي دوله تكون قويه خصو يكون عندنا تعليم قوي، وباش يكون عندنا تعليم قوي خصنا اول حاجه نتهلاو في الاستاذ، ولكن للاسف اخر حاجه كيفكروا فيها في هذه البلاد هما رجال التعليم. والحاجه اللي كتحز في النفس كثر هي كتلقى صحافيين كيهاجموا رجال التعليم حيت خارجين كيهضروا على حقهم، كيقولوا ليهم احترموا غير الظرفيه اللي كدوز منها البلاد. شحال قدكم تخباو الصحافيين ديال العار ورا الظرفيه اللي كدوز منها البلاد، وصحافيين ديال الاضريفه شحال قدكم تخباو ورا الظرفيه. شي ناس بغاونا نكذبوا داكشي اللي شفناه بعينينا واللي فهمناه بعقلنا ونتيقوهم هما. حنا عارفين باللي الدوله المغربيه اخر اهتماماتها هما مشاكل الشعب المغربي، ماشي سوقهم. مرض، موت، جوع، شعل في راسك العافيه، هما كاع ما سوقهم، كاع ما يتمزقوا لك وكاع ما يتسوقوا لك. اهم حاجه عندهم هي يعيشوا هما والحاشيه ديالهم مزيان ويتبرعوا بثروات البلاد كيف بغاو، وما كيبغيو حتى واحد يتحاسب معاهم. والنهار اللي كيفكر شي واحد يتحاسب معاهم كيسدوا عليه وكيلوحوه ورا القطبان، تما كيبقى في العود ما يتحاسب معاهم على الثروه، كيبقى يحسب الايام اللي كتضيع من عمره باش يعانق الحريه كيف داروا مع بزاف ديال المناضلين ديال هاد البلاد، ومن بينهم المحامي زيان اللي شنو قال كاع؟ قال لهم ردوا لنا فلوسنا، رجعوا لنا فلوسنا. واش رجعوا لنا فلوسنا ولا التهمه؟ ها هو دابا من بعد قال غير رجعوا لنا فلوسنا، رجعوه عبرة لاي واحد في المغرب كيفكر يهضر على حقه، باش ما يبقاش بنادم يقول لك لا الا كنتي كبير في السن غيحشموا يدوك للحبس. ها هو المحامي زيان كبير في السن وشدوه في الحبس. ها هي سعيده العالمي امراه وشدوها في الحبس. النظام ما بقاش كيفرق ما بين كبير ولا صغير، راجل ولا امراه، اي واحد جر وهضر غادي يخليو عبره. ايه يخليوك عبره، يخلعوا بيك وحدين اخرين باش حتى هما كاع ما يهضروا. ودابا غادي نكون وصلت لنهايه هذا الفيديو. ها هو مشى عمي، كان معاكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي.